الآن الافتتاح الأول. من صنعاء حيث اكتشفت شغفها بالفن التشكيلي إلى الخرطوم حيث نمت موهبتها. سلمى الشرفي الفنانة التشكيلية اليمنية تقيم أول معرض لها بالسودان. رغم صغر سنها إلا أن انفعالها بقضايا وطنها كان أكبر، وهو ما جسده معرضها وجسدته ريشتها التي عكست أحلام جيلها بيمن السعيد. ما قدرت أمثل كل الهموم والمشاكل، لكن حاولت أني أمثل بعض المشاكل، مثلا زي الدمار اللي حاصل في اليمن. بس إن شاء الله يعني الجيل الجديد يبني اليمن. حاولت أنه أبني فكرة عن أن الجيل الجديد إذا سعى بيقدر يطور اليمن. الأسر التي فرقتها الحرب في اليمن سيجتمع شملها يوما ما، تقول سلمى عبر هذه اللوحة. أما المضامين والمواضيع ذات البعد الثقافي وما جاش في خاطر سلمى فقد كانت حاضرة كحضور أبناء الجالية اليمنية في السودان في أول معرض تشكيلي لها ينظم بالسفارة اليمنية في الخرطوم. وكما عكس المعرض هموم اليمنيين فإنه عكس طموحاتهم بغد جديد بحسب النقاد. عكس يعني مرحلة البيت المربع اليمن من خلال عمر الفنانة، يعني الفنانة كشابة طبعا نظرتها لليمن بتختلف من نظرة الناس في أعمار تانية. فشيء جميل أنا لاحظت أنه اللوحة فيها نوع من التفاؤل، وكأنه الشباب اليمني يعني بينظر إلى تفاؤل إلى المستقبل، ودي حاجة جميلة رغم الآلام اللي تمر بها اليمن. المعرض شكل فضاء للجالية اليمنية بالسودان لعكس جميل موروثاتهم عبر رقصات تنقلت ما بين لحج وصنعاء وحضرموت ومحافظات يمنية أخرى.